Coucou les amis, bonjour et bienvenue dans ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, c'est un jour un peu spécial parce que je vais préparer une recette que ça fait très très longtemps que je ne l'ai pas préparée. C'est chebakia. Et bien sûr, c'est le mois de Ramadan et on est la veille du Ramadan. Donc, d'inch'Allah, on se Et durant tout le mois de Ramadan, j'ai décidé de les recettes d'Ali Bedalija. Que des recettes d'Ramadan. Parce que ben Ramadan, c'est l'arbia, c'est deuxième, c'est le Coran, c'est cela. Des fois, matin, ça douche tout le temps. Allah ismahlina. Mais Ramadan, c'est un mois sacré. Ça me fait un bien fou. Et avant de commencer, je vous souhaite un Ramadan Mubarak. Inch'Allah, il va entrer en nous en santé et en bien et va nous éloigner de ce wabah, ya Rabbi. Et revenons, inch'Allah, à la vie d'avant, ya Rabbi. Donc, on va vous laisser avec le maqadir et on va nous retrouver par la suite pour commencer la préparation. À tout de suite. بالنسبة للمقادير غنحتاجو 300 غرام ديال لافارين، ديجا درت فيها ان ساشي ديال الخميرة ديال الحلوى، 30 غرام ديال الزبدة ديجا دوبتها، 40 غرام ديال الجنجلان، جوج معالق كبار ديال النافع، 40 غرام ديال اللوز، نص كاس ديال الما زهر، 3 سنتيلتر ديال الزيت، زيت عادية، زعفران حار، معلقة ديال القرفة، والعسل باش نفندو فيه الشباكية. وغندوزو توت سويت باش نبداو لا بريباراسيون ديال الشباكية ديالنا. توت سويت. دونك دابا غنبداو بالتخلاط ديال العجينة. غنبداو بالجنجلان، غنزيدو عليه اللوز، غنزيدو عليه النافع، قرفة، اي بيان سور الجنجلان نقيتو وحمرتو وطحنتو ومن بعد غربلته، ولا ميم شوز بالنسبه للوز. دونك حتى هو يا حمرته وطحنته وغربلته، خاص ما يكونش فيه هذوك الكويرات باش من ايطالي ولا بات تكون بيان ليس. غنزيدو ما زهر، سا سون بون، الزبده، الزيت، اي على فان غنزيدو الطحين ديالنا لا فارين اللي معها الخميره، وغنخلطو كلشي دو بريفيرونس افيك لي ما فوالا، حتى ترجع عندنا ان بات ان بو اون فا دير ان بات سابلي. ابخي باش نجمعو العجينه نقدروا نستعملو اما الماء اما المزهر. انا تندير موتي موتي، تنبداها بالماء اي ابخي تنزيد شويه ديال المزهر. بسم الله. دونك خصنا نخدمو العجينه ما تكونش جاريه بزاف، باسكو ابخي غتكون ديفيسيل باش نخدموها. خصنا نعجنوها مزيان او موان بوندون واحد 10 مينوت باش تكون سهله علينا في الخدمه بار لا سويت. دونك من بعد ما دلكت مزيان العجينه ديالي دونك كنخليها ترتاح واحد 10 دقائق مينيموم. سي فري كو لا جي با بوكو دو طون، مي سينو خاصها ترتاح لو ماكسيموم. دونك دابا درتها في ان فيلم اليمونتير لو طون دو روبو، ومن بعد غندوز باش نقطعها ونطلقها. فوالا خليوها ترتاح ونرجعو من بعد. دونك دابا العجينه ديالي طلقات، دونك كيف ما تتشوفوا رطبه وما تتلصقش باش من نجيو نخدموها ما تبقاش تلصق لينا في يدينا. دونك انا غنقسمها غير على جوج باسكو ما درتش بزاف اصلا. فوالا وغنبدا نخدم النص الاولاني، وغناخد الدلاك باش نسرحها. انا سرحت لاباط ديالي او ماكسيموم، خاصها تكون غليظة. ودابا غادي نقطعها باش نبدا نرشم الشباكية. ودابا غنبدا نرشمها، غنبدا بالرشمة ديال الربعة، جوج، تلاتة، ربعة، فوالا
الاولانيه بسم الله. ودابا غندوزو باش نخدمو الشباكيه. بالنسبه للخدمه ديالها غنهزو وحده وحده نخليوها، نهزو وحده وحده نخليوها، ومن بعد غندوزوهم الوسط، ومن بعد غنقادو شويه الجنبات وغايسيي افيك 3. غنخدموها فحال ديال الربعه، غير هما كاينين غير ثلاثه، وحده هي وحده لا. من بعد غندوزوهم الوسط وغنقادو الجنبات، فوالا. سينون كاينة طريقة سهلة، هو أنه تنيوها على ثلاثة بهاد الطريقة وتدفعوها لو سونتر وتتقادو الجنبات اي سي بون. من بعد ما سالينا الشباكية ديالنا غندوزو باش نقليوها في زيت سخونة، ومن بعد غنطفيوها في عسل اللي درتو يسخن في ان با ماغي. فوالا نقليوها وندوزو باش نشوفو النتيجة النهائية. اتوتسويت. دونك اون فوا الشباكيه تبدا تحمر، من نخرجوها من الزيت خاصنا نطفيوها ديريكتومون عسل اللي نسمناه بشويه ديال الماء الزهر، فوالا. ومن بعد تنسقطروها فوالا. من بعد ما قليناها فندناها في العسل، اي بار لا سويت دردرنا عليها شوية ديال الزنجلان. اي لي بريت بوغ دوما ان شاء الله. فوالا. دونك سي فري كو او ديبي باش تجيبهم كلهم قد قد سي ان بو ديفيسيل، مي فو سونتريني. كاين شي وحدين صغار شي وحدين كبار، مي ليسونسييل كو فوالا لا لا فورم لي هادي هادي صغيوره الاخرى كبيره، مي سي با غراف. Donc voilà, la recette d'aujourd'hui, c'est fini. Je vous dis mabrouk lemdan encore une fois. Anna, il reste quelques heures pour sahur. Là, c'est minuit. Donc voilà, Ramadan Mubarak Saïd. Allah yadkhil alaykoum encore une fois bissaha wa salama. On se retrouve la prochaine fois chez Chihwa Jdida. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.